الاهلي كتير جدا. مكاسب الاهلي يعني تبدا من حضور جماهيري كبير جدا، التزام رائع جدا، مسانده ممتازه، مسانده ممتازه من الجماهير، تشجيع، ومفيش احسن من كده ولا افضل من كده. وانا عارف جمهور الاهلي بيقدم دوره على اكمل وجه ايا كانت المباريات وايا كانت المراحل اللي بيمر بيها، اول الدوري، اخر الدوري، في نص الدوري، اول المباراه في افريقيا، نص مباراه افريقيه، الادوار التمهيديه، الادوار النهائيه، هو بيقوم بدوره عارف كويس جدا يعني. فمكسب كبير جدا، عدد الجمهور اللي موجود امبارح ده هايل جدا جدا يعني، والتشجيع بتاعه وطريقته والتعامل معه والخضه اللي عملها مع الحريه الغيني، وجمهور الاهلي يخض بجد، يخض داخليا ويخض خارجيا. وكان في لقطات كمان توزيع ميه على الجمهور، العلاقه الحلوه الجميله الحضاريه اللي موجوده، انت داخل هتتامن بشكل كويس عشان سلامتك وسلامه غيرك وسلامه الناس اللي موجوده وسلامه كمان الناس اللي بتتفرج يعني، وسلامه الناس اللي هي عايزه تشوف ماتشات قبل كده وتشوف المنظر ده اللي احنا محرومين منه، اللي لا تستقيم المباريات او الكوره بشكل عام من غيره او الرياضه من غيره. ده الحلاوه بتاعته، ده الجمال بتاعته. انت بتلعب كوره، بتلعب كوره عشان تمتع نفسك صحيح وتكسب فلوس صحيح، لكن كمان في ناس كتير جدا بتستمتع بشكل كبير جدا، حاجة يعني روحية، يعني معنوية، نفسية، من غير ما بتستفاد ماديا. مش كل حاجة في الدنيا الفلوس على فكرة يا جماعة، مش كل حاجة في الدنيا الفلوس. في انبساط بيبقى حلو قوي، في فرحة بتبقى طالعة يعني لا إرادية كده، وانت بتنتمي لواحد وموجود في المدرجات، ويوم بيبقى حلو من أيام السعادة والهنا بالنسبة لك. دي كانت أول. سمعنا يا عم سمير، سمعنا. اللقطة دي بإحساس بقى لعيب، اللقطة دي ما تتمنش أبدا، لقطة وليد وهو خارج ما تتمنش أبدا بتمن. لو سألت وليد سليمان مثلا إحساسك إيه؟ هيقولك معرفش، يعني إحساس ما يتوصفش. وأنا طالع وبلاقي تحية جمهور الأهلي بالشكل ده، يعني تحية ليا وأنا خارج وفايز وعامل الماتش كويس قوي، ممكن كل الدنيا بالنسبة له تروح في حتة، وهو تركيزه في اللقطة دي ما يتوصفش، أو إحساسه في اللقطة دي ما يتوصفش. فانت بتتكلم مش عشان وليد بس كان نجم اللقاء الاول امبارح بلا جدال مع كل نجوم الفرقه، لكن هو كمان كان في حته تانية، كان في مرتبه تانية، كان في وضعيه تانية، لكن احساسه هو خارج وبيلقي التحيه وبيشوف رده الفعل السريعه جدا اللي موجوده في الاستاد، مش موجوده بس في الشوارع ولا في شاشات التلفزيون ولا المحللين ولا المعلقين، لا كمان من الناس اللي موجوده في الملعب. طيب